طالب العلم عليه هذه الوظيفة يا أخوان، أن يكون عاملا بعلمه عقيدة وعبادة، كذلك عاملا بعلمه أخلاقا ومعاملة. كثير من الناس عندهم صلاح في أنفسهم، عندهم استقامة، عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم صدقة، لكنهم في الأخلاق متأخرون. ومن أفضل الأعمال حسن الخلق، فطالب العلم لا يليق به أن يكون شرسا، لا يليق به أن يكون عبوسا، لا يليق به أن يكون لعانا، لا يليق به أن يكون قبيح القول، يليق به أن يكون حسن الأخلاق، منشرح الصدر، مبتسم الوجه، منطلق القول، حتى يقبل الناس منه ويقبل عليه. إنني أظن أنه لا يخفى عليكم جميعا أنه لو اجتمع رجلان مستويان في العلم، أحدهما حسن الأخلاق، لين الجانب، سهل العاطفة، منشرح الصدر، منبسط الوجه، والآخر بالعكس، أيهما أكثر فائدة للناس؟ الجواب الأول بلا ريب، مع أنهما في العلم سواء، وربما يكون الثاني أكثر علما، لكن الأخلاق لها دورها بالنسبة لانتفاع الناس من علم طالب العلم. إذن فيجب علينا يا أخوتنا أن لا نقول نحن من أفريقيا، نحن من شرق آسيا، نحن من بلاد أوروبا، نحن من الجزيرة العربية، نحن ولكل قوم أخلاقهم، لا، المسلمون أخلاقهم واحد، أخلاقهم واحد لا تتجاوز ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي لعموم المسلمين، ليست حكرا على أحد ولا خاصة بأحد، بل هي لجميع المسلمين. فيجب أن تكون أخلاقنا كلها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع كيف يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، وكيف يعامل بلالا الحبشي، وكيف يعامل صهيبا الرومي صلوات الله وسلامه عليه. المسلمون كلهم شيء واحد، يجب علينا كما تنشرح صدورنا لواحد من بلدتنا أن تنشرح صدورنا للمؤمن ولو كان من أقصى بلاد الأرض.